على شاشة واحدة جمعت الرسوم المتحركة الكبار والصغار معاً خلال عقود عدة، حتى إن شخصياتها ارتبطت بنماذج التحدي والنجاح لدى الأجيال المتعاقبة، لكن هذه الشخصيات لم تجد طريقها إلى العالم الواقعي بين ليلة وضحاها، فما القصة؟ منذ أن بدأ البشر رسم الصور على الحجارة وجدران الكهوف، فكروا في طريقة تجعلها تتحرك، وخاضوا تجارب بدائية لعل أشهرها ما قام به الفيكتوريون، حيث أنشأوا لقطات متفرقة لعيون، وجعلوها تبدو كأنها صورة متحركة. بقيت المحاولة لتحريك الصور هاجساً عبر التاريخ، حتى جاء المخرج جي ستيوارت بلاكتون عام 1900، وقام بإنشاء مشهد كوميدي مدته دقيقتان لرجل كرتوني صامت يغير تعابير وجهه باستخدام التصوير الفوتوغرافي، ثم أنتج بعد 6 أعوام أول فيلم مصور يظهر شخصيات تغير حركاتها لمدة 3 دقائق. في عام 1908، قام رسام الكاريكاتير إيميل كوهل بإصدار فيلم يسمى فانتازماغوري لشخصية تتنقل من مكان لآخر، مستخدماً أدوات مساعدة كالإطارات وحلقات الرسوم المتحركة، وهي التقنيات التي أرست الأساس لإنتاج الرسوم المتحركة لاحقاً. أنشأ كوهل فيلمين آخرين لاحقاً، قبل أن يحقق الرسام الكاريكاتيري وينسور ماكاي اختراقاً كبيراً مع إنتاجه فيلماً بالأبيض والأسود عام 1911 لشخصية تحت اسم نيمو الصغير، ثم ألحقه بفيلم آخر عام 1914 لشخصية ديناصور سماه جيرتي الديناصور، مستخدماً آلاف الرسومات اليدوية، ثم قام بإنتاج فيلمين مصورين هما كيف تعمل البعوضة عام 1912 وغرق لوسيتانيا عام 1918. في عام 1919 كان القط فيليكس الشخصية التي أنشأها أوتو ميسمر أول نجم حقيقي في عصر أفلام الرسوم المتحركة الصامتة، قبل أن يحدث والت ديزني ثورة حقيقية في عام 1928 عندما أنتج أول فيلم رسوم متحركة مع ميزات الموسيقى والحوارات والمؤثرات الصوتية، حيث قدم شخصية ميكي ماوس في سلسلة ستيم بوت ويلي، ثم أتبعها بإنتاج فيلم سنو وايت والأقزام السبعة عام 1937 كأول فيلم رسوم متحركة طويل وتم رسمه يدوياً بالكامل. شهدت ثلاثينيات القرن العشرين أيضاً ظهور شخصيات كرتونية أخرى لفنانين آخرين مثل بيتي بوب وبوباي وودي نقار الخشب، التي لم تكن رسوماً مشهورة فحسب، بل تم نسخها على البضائع وبيعت صورها. خلال العقد التالي، لاقى فيلم الأرنب البري باكس باني والسيد ليمبت المذهل لشركة وارنر براذرز، وعرض يوغي بير لشركة هانا باربرا التي قدمت شخصية فلينستون مع مطلع الستينيات رواجاً كبيراً تزامناً مع مرحلة الرسوم الكاريكاتيرية الملونة الجديدة والمحسنة. فيما واصلت ديزني قيادة مسيرة تطور الرسوم المتحركة بإصداراتها كلاسيكيات شهيرة مثل أليس في بلاد العجائب وبيتر بان، كما أطلقت القصص المرتبطة بأميرات ديزني مع إصدار ذا ليتل ميرميد والجميلة والوحش وغيرهما، قبل أن تقدم أول عمل كامل باستخدام تقنيات الحاسوب وهو فيلم توي ستوري في عام 1995، حيث أحدث الفيلم ثورة في صناعة الكرتون خلال السنوات التالية. خارج ديزني، نمت صناعة الرسوم المتحركة بشكل كبير مع استوديوهات الرسوم المتحركة في جميع أنحاء العالم، فبرزت أسماء كبرى كشركة بيكسار التي اشترتها ديزني عام 2006، واستوديو جيبلي الياباني، وشركة دريم ووركس أنيميشن التي حجزت مكاناً ما من مساحة الأعمال الكرتونية التي لاقت رواجاً خلال العقود الخمسة الأخيرة.
اليوم باتت صناعة الرسوم المتحركة منافساً كبيراً في سوق الإنتاج الفني، كما أظهرت نجاحات لافتة على شباك التذاكر. وفي عام 2022 بلغت قيمة سوق صناعة الرسوم المتحركة 20 مليار و560 مليون دولار، فيما يتوقع أن تنمو إلى 40 مليار و200 مليون دولار بحلول عام 2028.